أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المناظرة اليومية. إذن قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي مع إيران يمهد طريقها إلى امتلاك سلاح نووي يهدد بتدمير بلاده، مشددا على أن إسرائيل لديها القدرة على ردع إيران ومنع أولئك الذين يسعون إلى تدمير إسرائيل من فعل الشر بحسب وصفه. نتنياهو تطرق أيضا خلال مراسم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية لأنه على الرغم من التقارب الخليجي الإسرائيلي والذي وصفه بالتحرك نحو الأمام إلا أن أمور أخرى تعيد التحرك هذا إلى الخلف في إشارة إلى المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني. وعلى وقع هذه التصريحات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مناورات عسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي والإماراتي بمنطقة اليونان إلى جانب طيارين من دول غربية. إذن تدريبات عسكرية جوية إسرائيلية خليجية معلنة لأول مرة ترافقوا مع إعلان زيارة مرتقبة لرئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهن إلى واشنطن الأيام المقبلة لاجتماع بكبار مسؤولي البيت الأبيض ورؤساء الأجهزة الاستخبارية لبحث الملف النووي الإيراني. وفق التقارير وعلى الرغم من هذا الموقف الإسرائيلي الواضح والرافض لملف إيران النووي، لأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس وبعد تصريحات نتنياهو أعلن أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران التي لا تمت الاتفاق بصلة، مشددا على استعداد بلاد اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق المبرم عام 2015. إذن هل تنجح مساعي نتنياهو بإحباط عودة محتملة لواشنطن للاتفاق النووي الإيراني؟ كل هذا وأكثر في المناظرة، لنبدأ المناظرة. وفي مناظرة اليوم ينضم إلينا سيد أليف صباغ خبير شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك معنا سيد أليف. كما ينضم إلينا دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس. أهلا بك معنا دكتور مئير. وأبدأ هذا النقاش معك دكتور مئير. إذن إسرائيل وتصريحات بنيامين نتنياهو بالحيلولة دون تقدم المفاوضات وعودة حتى واشنطن إلى هذا الاتفاق النووي الإيراني، وهنالك أيضا مساعي من قبل إسرائيل زيارة رئيس جهاز الموساد عمليا إلى واشنطن قريبا، على الرغم من أن عمليا واشنطن تعلن بأنها على استعداد لإبرام مثل هذا الاتفاق، لما تسعى إسرائيل بكل هذه القوة لمنع هذا الاتفاق النووي؟ حياتي لك يا أستاذة دانيا وضيفك الكريم والأستاذ أليف. إسرائيل حقيقة ليست ولاية أمريكية، هي دولة مستقلة ذات سيادة وبالتالي لديها موقفها، والموقف الإسرائيلي هو موقف ثابت منذ العام 2013، أي منذ بدء مفاوضات وما عرف بمحادثات مسقط التي أدت إلى توقيع على اتفاق فيينا بالعام 2015. كذلك دول الخليج والدول العربية بشكل عام ليست فقط بمناسبة خليجية مواقفها ثابتة لم تتغير، الوحيد الذي غير موقفه أكثر من مرة هو الموقف الأمريكي. حقيقة هو موقف مترنح، ففي البداية ذهب أوباما ولم يأخذ بعين الاعتبار المطالبات الإسرائيلية الأمنية آنذاك، وعرضت له لائحة من المطالب لم تؤخذ بعين الاعتبار، ثم أتى بعده ترامب ليقول بأن هذا الاتفاق كان سيئا وينسحب منه، وفيما بعد ردة جديدة من خلال. ولكن دكتور مئير قلت بأن يعني عمليا تغيير المواقف هو من قبل فقط الولايات المتحدة ما بين ترامب وبايدن وما إلى ذلك، ولكن هنالك من يقول أيضا بأن هذا أيضا يختلف لدى إسرائيل ما إذا كان هنالك اليهود في الولايات المتحدة الذين مع العودة إلى الاتفاق النووي وفق تقارير، وأيضا اليسار في إسرائيل. لا 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 لا، شوفي، أولا إسرائيل غير معنية باليهود في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه المسائل، لأنه اليهود في الولايات المتحدة لا يمثلوا حزب، لا يمثلوا، هم مجموعة من الأمريكيين لديهم مواقف معينة. إن شئنا أيضا العرب في الولايات المتحدة كذلك المواطنين الأمريكيين ذوي الأصول العربية هم أيضا محسوبين على اليسار وهذه المفارقة، في حين أن في الشرق الأوسط الدول العربية الأساسية وإسرائيل لها مواقف أكثر حزما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية. هل المعارضة في إسرائيل هي مع العودة إلى الاتفاق؟ أنا أقول لك لا، بالعكس هناك اليوم توافق في إسرائيل مناهض لهذا الاتفاق،
والعودة إلى هذا الاتفاق بعكس ما كان عليه الحال بالعام 2015. بعام 2015 وأنا عضو في اللجنة المركزية لحزب العمل، كان الرئيس رئيس المعسكر رئيس حزب العمل وما يعرف آنذاك بالمعسكر الصهيوني إسحاق هرتزوغ كان يؤيد هذا الاتفاق، وعامين بعد هذا ندم وقال علنا أنه أخطأ وأن هذا الاتفاق كان اتفاقا سيئا في نهاية المطاف. هناك اليوم إجماع في إسرائيل. ولماذا هذا الإجماع ضد هذا الاتفاق؟ ليس نكاية بإيران ولكن لسببين اثنين. السبب الأول هو أن هذا الاتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مسألة تمركز الصواريخ الإيرانية في القرب من الحدود الإسرائيلية، هي لا تقل تهديدا عن السلاح النووي. نعم. والمسألة الثانية هو السلوك الإيراني العام في المنطقة. ولكن الشيء الأهم هو أنه هذا الاتفاق هو لا يمنع النظام الإيراني من الحصول على القنبلة الذرية. نعم. وتم خرقه من قبل النظام الإيراني لأنه لم يعطي الضمانات الكافية التي تمنع النظام الإيراني من الحصول على القنبلة، من الكذب. نعم. نعم نعم. والافتراء القول بأن النظام الإيراني بات لا يحترم الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. بدء خرق الاتفاق كان قبل انسحاب الولايات المتحدة، تعدين اليورانيوم كان قبل، المواد المشعة التي ضبطت على الأراضي الإيرانية والمنظمة الدولية. نعم دكتور مئير. طالبت النظام الإيراني بالرد على هذا ولم يأتي رد حتى اليوم. نعم. هي منظمة مستقلة ومحايدة. نعم سيد أليف، إذا دكتور مئير عمليا أكد بأن موقف إسرائيل هو موقف عمليا ثابت وهنالك إجماع في إسرائيل على يعني الحيلولة دون الوصول إلى اتفاق نووي إيراني مجددا، وبالمقابل هنالك بعض من التعثر والترنح في الولايات المتحدة، لذلك يقول البعض هذا ربما من حظ إيران بوجود هكذا تعثر، لما كانت ستكون لديها أي فرصة بأن تستأنف مثل هذه المفاوضات التجرى اليوم. إذن إسرائيل هي المحور في هذا الموضوع. تحياتي لك ولضيفك دكتور مئير. يعني مهما اختلفنا ولكن دكتور مئير بالإمكان الاتفاق معه على بعض القضايا والاختلاف معه على قضايا أخرى، وبروح رياضية دعيني أقول هذا الكلام. حقيقة الأمر يعني يجب أن نأخذ الحقائق على الأرض كما هي حتى نبني عليها تحليل واستنتاجات. أولا، إسرائيل تدعي أن إيران على حافة إنتاج قنبلة نووية منذ بداية العام 2000. يعني تصور، أنا أراجع بعض المواد سابقا، منذ بداية العام 2000 وهي تدعي أن إيران على حافة إنتاج قنبلة نووية. صرنا بال 2021 وهذه الحافة يعني ما تغيرت. الأمر الآخر، هناك يعني دراسة إسرائيلية منذ عام 2009، وأنا أتمنى على دكتور مئير أن يقرأها، إذا ترجمتها للغة العربية، السلاح الإيراني في امتحان العام في الامتحان العملي، أو نشكة قرعينية إيراني بمبحان معاسي. هذه الدراسة يعني ليست دراسة أنا عملتها ولا دراسة عملوها عرب، وإنما عملوها بروفيسوري من تخنيون، وقالوا إنه السلاح حد للعلوم. حتى نعم. حتى لو أنتجت إيران قنبلة نووية يعني لا يشكل خطر على إسرائيل. وقالوا إنه إذا ما شكلت خطر، تصور يعني في المفهوم الافتراضي، من يتضرر من هذا الخطر هم ليسوا سكان تل أبيب، سكان يافا يمكن أن يتضرروا أكثر، وسكان رام الله يمكن أن يتضرروا أكثر، وبالتالي هذا الخطر هو افتراضي وبعيد عن في عمليا بعيد عن الحقيقة. الأمر الثالث، أن إسرائيل هي التي تملك 200 رأس نووي وغير ملتزمة بالقانون الدولي وغير موقعة وليست عضو في الاتفاقية الدولية لمنع انتشار القنابل الأسلحة النووية، تعترض على دولة عضو في الاتفاقية الدولية وتتهمها بألف اتهام دون دليل. يعني هذه الاتهامات كما يقول يعني باحث إسرائيلي اسمه شمويل مئير، افتراضية، اتهامات افتراضية مبنية على يعني على أن تكون لها أهداف سياسية فقط، لا علاقة لها بالدليل، لا علاقة لها بالواقع. وبالتالي يعني هذه اتهامات إسرائيلية، وإسرائيل إذا ما صرح بنيامين نتنياهو بالأمس أنه لن يلتزم بالاتفاق، يعني أعطوني مرة واحدة نتنياهو بشكل عام إسرائيل التزمت الاتفاقيات الدولية أو التزمت بالقانون الدولي أو التزمت بقرار مجلس الأمن أو الجمعية العامة. يعني إسرائيل منذ نشأتها
منذ نشأتها، منذ اليوم الأول لم تلتزم بأي قرار من الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار الذي يقضي بإقامة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية. بنفس القرار إسرائيل التزمت فقط بالناحية بحقها أو بما يعطيها هذا القرار، ولم تلتزم بالبند الآخر أو بالشق الآخر من القرار. نعم سيد، يعني ليس بعيدا عن بنيامين نتنياهو، ليس بعيدا عن إسرائيل ألا تلتزم بأي اتفاقية دولية. نعم دكتور مئير، إذا سيد أليف يقول بأن عمليا هنالك اتهامات افتراضية من قبل إسرائيل لدولة التي تعتبر دولة عضو لمن وقعت على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي والتي لم توقع عليه إسرائيل، كيف ترد على هذا عمليا سيد دكتور مئير، خاصة وأن عمليا كوهن سيزور واشنطن في الأيام المقبلة عمليا لتمرير معلومات استخباراتية وأدلة أمام الأمريكيين، هل هذه الأدلة تعتمد على أدلة فعلية من الميدان من إيران أم أمور أخرى كما وصفها السيد أليف؟ طيب بعد إذي بيد أنا أريد أن أقول أريد على أن أعقب على أهم جملة قالها الأستاذ أليف حينما قال بأن إسرائيل لم تحترم أي اتفاق وقطر. أنا أريد لأعطيه الدليل، أنا أقول له قل لي أي اتفاق واحد أو قرار واحد من الأمم المتحدة لم تحترمه إسرائيل، وأنا أتحدى أن يكون هناك إسرائيل وقعت على أي شيء في السابق ولم. إسرائيل دولة مسؤولة، دولة ديمقراطية، وهذا هو الفرق بينها وبين إيران. هناك سياق يعني النظام الإيراني المارق في 16 من شهر فبراير شباط أعدم 17 رجلا وامرأة الأخيرة آخر ما أعدمت السيدة زهراء إسماعيلي، وماتت بأزمة قلبية بعد مشهد إعدام 16 رجلا، وبعد ذلك تم إعدامها وشنقت وهي ميتة. فلا يمكن أن تقارن نظام يشنق الأموات كالنظام الإيراني بالديمقراطية الإسرائيلية. إيران تهدد بتدمير إسرائيل نهارا مساء. أنا أعتقد أستاذ أليف يسكن بحيفا أو هو في الأصل من حيفا، له علاقة بحيفا. أنا استمعت إلى أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني، وطبعا كما يقول المصريون هو طرطور لا لازمة له، لأن السلطة الأمنية هي في يد الميليشيات في إيران وليست في يد الجيش، لأنه الجيش هو جيش مترحل ضعيف منذ الانقلاب الإسلامي على الثورة الإيرانية، لأن لم تكن هناك ثورة إسلامية في إيران وإنما ثورة إيرانية شريفة انقلب المكون الإسلامي عليها فيما بعد وقتل الجميع. وبالتالي هذا النظام، هذا الوزير الدفاع هدد بتدمير حيفا، تصوري بتدمير حيفا وإزداء حرفة من على الخريطة، رغم من أن ثلث سكان حيفا هم من المكون العربي الكريم داخل إسرائيل. كيف أن نقارن نظام يريد تدمير دولة عضو بالأمم المتحدة وهو يغذي منظمات إرهابية ويتبنى منظمات إرهابية تقتل المدنيين الإسرائيليين وتقتل اليهود وتفجر في معابد يهودية وطوائف يهودية كما حدث بالأرجنتين وبدول أخرى، أو حافلة للسياح في بلغاريا وتترصد لكل من هو يهودي على الكرة الأرضية، ودولة إسرائيل التي هي تحترم الشعب الإيراني وتعترف بإيران ولا تريد تدمير إيران. هناك سياق فيما يتعلق بمعاهدة عدم الانتشار، إسرائيل لم توقع لمعاهدة عدم الانتشار، النظام الإيراني وقع على هذه المعاهدة، النظام الإيراني أصدر فتوى أو بالأحرى المرشد الأعلى الولي السفيه لهذا الرجل الذي لا كلمة له والذي غير منتخب أساسا وهو الحاكم الحقيقي في إيران، أصدر فتوى تقول بأنه السلاح النووي هو محرم من الشريعة الإسلامية. ثم نرى سياسيين إيرانيين من الدرجة الأولى، نواب وزراء ونواب في البرلمان مقربين من المرشد، يقولون بأنه لو استمرت هذه الأزمة، لو استمر الغرب في الاستكبار، وطبعا هذه المفردات التي نحن نعرفها، فسوف تكون النتيجة أن يحصل النظام الإيراني على السلاح. طيب هم يقولوا أن السلاح يناقض الشريعة، كيف يهددون بذلك ويزيدون بشكل تدريجي في تخصيب اليورانيوم؟ النظام الإيراني هو حقيقة قريب من التوصل إلى سلاح نووي، هو يمثل خطر على كل دول المنطقة وأولها إسرائيل بدون سلاح نووي، فما بالكم لو كان لديه سلاحا نوويا. أنا لا أعتقد أنه لا يمكن على الإطلاق
الاستهتار بهذه المسألة. لو أن باحث أو باحثين من التخنيون لهم وجهة نظر أخرى، هذه لا تمثل وجهة نظر غالبية النخبة السياسية داخل إسرائيل ودول في الشرق الأوسط. لو كان النظام الإيراني لا يمثل أي تهديد، وصلت فكرتك سيد دكتور مئير. لماذا المفاوضات؟ لماذا الغرب؟ لماذا اتفاق بينهم لعام 2015؟ ولماذا المواقف الخليجية التي هي متطابقة مع الموقف الإسرائيلي؟ طيب، هذه المواقف فعلا سيد أليف، ويعني عمليا كما قلنا وأسلفنا عن زيارة كوهن إلى واشنطن لاستعراض معلومات استخباراتية وأدلة أمام عمليا المسؤولين الأمريكيين، تشير إلى استمرار الإيرانيين بالكذب وإخفاء المعلومات بحسب تقارير عمليا تصل. إذن أيضا الوزارة، وزارة الخارجية الأمريكية، قالت بأن هنالك لا يوجد عمليا هنالك عدم ثقة بين الولايات المتحدة وإيران، هي لا تثق بإيران. وأنت قلت بأن منذ عام 2000 وإيران كانت على حافة امتلاك السلاح النووي وفق التقارير الإسرائيلية، وها نحن اليوم في عام 2021. ولكن هل يمكن إسرائيل، هي تلك التي منعت من إيران ودول أخرى عمليا مع إسرائيل منعت من إيران أن تمتلك أصلا سلاح نووي، ولكن الاستمرارية موجودة؟ لا إسرائيل ولا أمريكا ولا حدا بيقدر يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إلا إيران نفسها. عندما صدر القرار الفتوى الإيرانية عام 2003 بأن السلاح النووي يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أوقفت إيران كل ما كانت تقوم به من زمن الشاه. يعني هذا المشروع النووي الإيراني ليس من الثورة الإسلامية، لم يبدأ بالثورة الإسلامية، إنما ورثته الثورة من زمن الشاه. وأوقفت الثورة الإيرانية عام 2003 أي تطور لهذه المسيرة حتى تمنع إنتاج القنبلة النووية. هذا أولا. ثانيا، عندما تقوم دولة وتوقع الاتفاقية هي تلتزم بالاتفاقية، ونحن نعرف أن إيران هي من أكثر الدول التزاما بالاتفاقيات، وفرق المراقبة الدولية موجودة بإيران، زارت إيران دائما ودائما كانت تقول سيبكم من الاتهامات الافتراضية، في حقيقة الأمر إيران لم تخرق أي اتفاقية. وما فعلته إيران في السنة الأخيرة من صيف 2016 لغاية اليوم هو التراجع التدريجي عن التزاماتها بهذا الاتفاق، وهذا تراجع تدريجي نتيجة أن أمريكا ألغت الاتفاق وأن أوروبا لم تلتزم بالاتفاق. يعني أوروبا وليست أمريكا مع هذا لم تلتزم بالاتفاق، اضطرت إيران أن تتراجع بالتدريج عن بعض بنود التزاماتها في هذا الاتفاق. وما يخص حيفا، دعونا نقول الحقيقة، كل يوم بنيامين نتنياهو يهدد بتدمير إيران، كل يوم يهدد بقتل الملايين في إيران عندما يقول أنا سأقصف المواقع النووية والأفران النووية والآخرة. إذا كان في رد إيراني بقول إذا قصفتم سنقصف حيفا وتل أبيب ونتانيا وإلى آخره، هذا رد فعل، هذا مش تهديد، هذا رد فعل. إذن خلينا نشوف الأمور على حقيقتها، مش نأخذ جملة واحدة وننسى الجملة اللي قبلها ونعتبر التحذير هو تهديد. هذا أمر يجب أن نأخذه بموضوعي. الأمر الثالث، الأمر الرابع، إيران دولة كبيرة ولها قدرات اقتصادية وبشرية كبيرة جدا، والخوف الإسرائيلي، هذا نحكي الحقيقة، يعني الخوف الإسرائيلي ليس من السلاح النووي الإيراني وإنما من القدرات النووية، بمعنى القدرات العلمية التي تبنى على القدرات النووية. هذه القدرات العلمية يمكن أن تطور إيران وتجعل إسرائيل يعني برغ صغير في الشرق الأوسط. هذه القدرات العلمية يمكن أن تؤثر في ديموغرافية الشرق الأوسط، يمكن أن تؤثر في اقتصاد الشرق الأوسط، يمكن أن تؤثر في مستقبل الشرق الأوسط. وهذه دراسات إسرائيلية أيضا من مركز أبحاث الأمن القومي منذ سنوات، أنه إيران إذا ما تطورت لا بدون أدنى شك سيكون لذلك تأثير على اقتصاد الشرق الأوسط وعلى الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط، بحيث أنه لا تعود تخضع للولايات المتحدة.
إذا ما كانت في تحالف مع إيران لا تخضع للولايات المتحدة. في العام 2019 وقبل 2019 وحتى في الأسبوع الأخير إيران تعمل كل شيء من أجل أن يعني تعيد العلاقات مع السعودية، أن تقوم بالحوار مع السعودية من أجل الاستقرار بالشرق الأوسط، من أجل خلق حالة مستقرة بالشرق الأوسط. من يمنع ذلك ليس السعودية، ليس الملك سلمان. من يمنع ذلك؟ محمد بن سلمان، بنيامين نتنياهو، والسلطة التي يعني لها مصالح في منع أي استقرار بالشرق الأوسط. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش بشرق أوسط مستقر. إسرائيل مصلحتها أن يكون الشرق الأوسط غير مستقر، إنه هذه الأرض الخصبة للنفوذ الإسرائيلي بالشرق الأوسط. نعم نعم. دكتور مئير، أعلم بأن لديك رد على ما قاله السيد أليف، ولكن عمليا أضيف ردود. بما قاله نعم السيد أليف أشتق سؤالي. إذن هو يقول بأن تصريحات عمليا بنيامين نتنياهو التي هي مستمرة بحق الاتفاق النووي الإيراني لها ردود أفعال من طهران، وهو بما معنى التصعيد العين كما يقولون، بمعنى السن بالسن والكمال أنت تعلم بها عمليا. إذن يعني يوم بعد تصريحات بنيامين نتنياهو البيت الأبيض وكأنه لم يكترث لا لهذه التصريحات ولا للموقف المعلن والمؤكد، وأعلن التقدم نحو رفع العقوبات عن طهران بما لا يتعلق بالاتفاق النووي. وبهذا التوقيت عمليا هنالك إعلان عن مناورات بين الإمارات وإسرائيل في اليونان، وهذا في الإعلام الإسرائيلي اليوم، يعني خاصة وأن هذه المناورات مزمع انطلاقها فقط في الأسبوع القادم. نعم نعم. لما هذا التجديد على القوة العسكرية لإسرائيل؟ وأيضا بنيامين نتنياهو أشار وأشاد بالعلاقات مع الدول الخليجية، ورغم ذلك لا يوجد تقدم. نعم. سوف أبدأ من النهاية. أولا إسرائيل توجه رسالة واضحة، ليست رسالة إلى هذا النظام الإرهابي، رسالة الإيراني، وليس الشعب الإيراني الكريم والدولة الإيرانية والشعب والإيران العريقة. المشارة موجهة للولايات المتحدة. إسرائيل تريد أن تقول بأنها لن تكون ملزمة باتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الإسرائيلية بمنتهى البساطة، وتريد أن تحافظ على هامش من حرية الحركة، طبعا بما لا يحرج الولايات المتحدة، بما لا يورط الولايات المتحدة في أي مواجهة مفتوحة مع إيران. العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة هي علاقات قوية، هي علاقات وطيدة وممتدة. فيما يتعلق بما يقول ضيفك الكريم الأستاذ أليف أن إيران يعني هذا النظام المسكين، يعني كل هذه الحنية على النظام الإيراني، هي ردت فعل له. كيف ردت فعل النظام الإيراني؟ هو الذي قطع علاقته بإسرائيل بعد الثورة الإيرانية، وأنا لا أسميها ثورة إسلامية، كانت ثورة إيرانية شريفة شارك فيها الليبرالي والحزب الشيوعي الإيراني تودي، كل هؤلاء الذين أعدموا فيما بعد، والاشتراكيين أستاذ أليف رجل يساري، ويجب أن يتعاطف مع كل هؤلاء الذين تم التعظيم فيما بعد انقلاب المكون الإسلامي، انقلاب الملالي على الثورة التي لم يقموا بها وحدهم. نعم. وبالتالي هذا النظام الانقلابي الذي هو غير منبثق عن الثورة، وإنما هو انقلب على الثورة الإيرانية، هو نظام مارق، نظام إرهابي، نظام يدعو بتدمير إسرائيل كل يوم وفي كل مناسبة وفي كل مكان. تصريح حاتمي ربما ردت فعل. طيب وتصريحات أحمد نجاد الذي وعد بزوال الكيان الصهيوني؟ أنا لي أصدقاء إيرانيين في فرنسا وفي أوروبا، أنا رأيت في كثير من المناسبات جواز السفر الإيراني، ومكتوب على جواز السفر الإيراني ممنوع لحامله أن يزور الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين أو لبيت المغرب، لا أتذكر العبارة بالضبط، وهذا شيء غريب حتى عن الأعراف الدبلوماسية، أن الدولة ليست الدولة تمنع الآخرين من زيارتها، وإنما الدولة الأم هي التي تمنع من يحمل جواز سفرها بدخول دولة أخرى. نعم. الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق. الولايات المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة. الاتفاق مع إيران لم يكن قرار صادر عن مجلس الأمن، وإنما اتفاقا دوليا، والاتفاق نفسه يسمح لأي دولة بأن تنسحب منه. الولايات المتحدة كطرف رأت أنها لا يمكن أن تظل في الاتفاق، أولا لأن هذا الاتفاق كان اتفاقا سيئا. نعم. لا يحافظ على المصالح الإسرائيلية ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ثانيا لأن النظام الإيراني قد خرق هذا الاتفاق بحسب رأي الإدارة الأمريكية. أنا زي. نعم دكتور مئير، الوقت بدأ ينفذ منا، لو تجز لنا في جملة. نعم لو سمحت. نعم. نثق في الولايات المتحدة، ولكن الثقة في الولايات المتحدة كحليف. نعم. استراتيجي لإسرائيل وللدول العربية هي ثقة نسبية، ليست ثقة مطلقة. أنا كنت مراهقا حينما كان، وأتذكر أني كنت دائما ملم بهذه الأمور. نعم. ومهتم بالشأن السياسي
كنت استمع للرئيس كلينتون وهو يقول وبثقه انه لن 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 تكون هناك كوريا الشماليه نوويه، واستيقظنا ذات يوم وعلمنا ان لدى كوريا الشماليه سلاحا نوويا. نعم. اين نعم. هي نعم. وعود كلينتون؟ اين هي الولايات المتحده؟ نعم دكتور مير، طرحت نقطه مهمه جدا ولضيق الوقت بقى لدينا اقل من دقيقه، اعطيها للسيد اليف، عمليا معك اقل من 40 ثانيه لنختم ايضا. سيد اليف ما قاله عمليا دكتور مير بان على اسرائيل ان لا تعول على قوه اخرى من اجل حمايه مصالحها، ونتنياهو قال هذا بالامس بان اسرائيل اليوم اصبحت قويه لردع اي قوة شريرة، يعني أصلاً هي ما عادت تعتمد على الولايات المتحدة وغيرها، كيف ترد على هذا؟ طيب، أولاً كوريا ليست عضو في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي هذا ما جعلها نووية، عكس إيران التي هي عضو في الأمر، وإسرائيل ليست عضو وهو ما جعلها نووية، وهي آخر دولة نعم. يمكن أن للأسف الوقت عن الخطر النووي. ثانيا شكرا لك سيد أليف، للأسف الوقت نفذ منا، وشكرا لك السيد دكتور مئير مصري، بهذا وصلنا إلى نهاية المناظرة، إلى اللقاء.